بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، معاوة إن شاء الله تعالى وحبين أحدا بيش شعبان آيتها اللح كنا فربغ أفرتي هجرة وحين بالله بينا رسالة ير ومنهج المتعلم ليدهدو وددي يا طريقي وننك وحبرنا يا قاد لها مركا لغا ايغو علمك قيمين تيسا معلمك وحبر يا حرمتي سي اداب تيسا يا اسغا ارضي وحبرنا يا انشحي سي يا اسلوب كيس رسالة وحاقري ابو حامد الغزالي محمد بن محمد بن احمد الغزالي اوردش افر بغولي كونتنك هجرة دنتينا شام بغوري شانتي هجرة كونتني شانجر بقول دنتي نكازا اللي في رسالة اسكاله غزالي قو وآن الله آن ايو حرفة دي يمهرة دي أبيه كشقي سنشري وصوف كي وحيبا نوع عاسا ايو فالكين شرو السمين شري كدبنا ومكسب يمهنات كدقين شري نورش سكسو سارن شري ننزاهيد وسكفقير وآبيه قلنا واحد مما يا مقالة وقلنا شوي غزالة لورن شريبة الله أنا هنا يا مركة غزالة أما هو نسبة إلى بلد أما هو نسبة إلى حرفة ومهنة لبضع مدموية. أبو حمد الغزالي مركة وغني عن التعريف، عالم من علماء الأمة ويا فنون دورة أيا مركة أصدق الله شيخ الله وحسوستا سيد فنق أصول الفقه وقعان بحي كتب دورة وكلية هاي صدح كتاب أبو عنسان كتاب كيس من خولك إيه وكسو قابيي كتاب كيس الشيخ سي جوين برهانك هي إيه المستصفى من علم الأصول هي إيه كتاب التهذيب اللي يدا هذو كتبت كلمرك إسك فنون تخاص كأسيد الشفاء والغليل الكوكالي وإسك خاص حكروا اللغة حسوستا فلسفة كتب كلي هاي هو فيلسوف كتب دورة كقوري فلسفة قيب كتاجري قيب كرديبا وحلقه سوستاين وياه من أرباب السلوك وأحوال القلوب علماء كت خصوصي حنونها كدعاء قلبها عذرها كدعاء روحها آداب تسي أخلاق ديسة حنونها كدعاء باطن ك حق حنونها الدينية بلوشي درجة كت خصوصي وها كتب دوره كليها إحياء قوةها منهاج العابدين كي سووا هي منهاج القاسدين عفوا هي منهاج العارفين كتب طائدة منطقة عام بقية كتب دوره كليها معيار العلوم هي محك النظر هي كتب كواوين بقى وكألفين فن فقه أنا ذاتك كون مقعد بحيب وكتشراء كتب تبسائي نقود كتب أدلع اسكاد وصيدة كتاب كيسا وجيسك أو عنسان كتب فقه كقوري وحنا نقول إن كتاب كيسة بسيط كا إيه النهاية هكسو جابيي أما كتب تكريه الشافعية ده ابن خلي كان نقول لكتاب الله مثلا لما ألف في الإسلام أسوون أمركم مرة إحياء قوي له هذا هذا فقه كوبان ربطنا وجيز كي كان كوبا هاي بوري هذا فقه فافاسان ربطنا بسيط كوبا كتاب دردار ما هو إحياء أمركم مرة يو مقعية داسنا وحوكا صوت أمبر شيء أبو الحسن الواحد كتبتي ستفسير كا الوجيز في التفسير الوسيط في التفسير البسيط في التفسير وكسوقات أسقى أنا الشيء إنه هو شهال كا كسو ديكت مركب فنقة فقه أصول فقه سلوكي أدب كا فلسفة فنون تاسات بوعان وغي هاي وحاكلون لهالمامي كارين فنقة علم الكلام كاللي جاهدوه أو كتب دورة وكلية هاي عانو وكوية هاي إنك استواجد دمبي صور دمبي وكديريي سيد الرسالة دي سي الجامع العوام عن علم الكلام وكشيء إيه حق معتقد كي سوانين أشعرية سجود وذات أشعري أوي إنك استواجد دمبي ومذهب كذولا كديريي ويلو حاصل وحبا كمجران هلاقاتو طريقة دي سلف كان هاللول لابتو أسوق أمد سيدا أدر دارمي تأويل كان حرمي أدلنا أكين سدي في آخر حياتي شان بقول إيا شانتي أودنتي جريدي سدور بلوت كهر أيو قرير رسالة اللي داد إلجام العوام عن علم الكلام
صدرت الشغل سامي تيمي وحويرة هذا وحوصل لابطي جبدي جيردي سي يحلي قدام بنورش وحوصل لابطي طريقة أصحاب الحديث بوصل لابطي وحان الله شغالين وجيريودي أسوق صحيحين كمطالعية أو أخرية وعلوم هذه محدثة كتب الأخرية كتاب القرآن كمروته يمر صحيح البخاري مسلم أخرا إلا بدا أها طريقة أسو كل انتي رسالة أنا وو قري لكن مفهوم كوكهيست طريقة السلف الصالح أيا خلدنا ولما أورانكرو في آخر عمره حقول أنت كل انتي على سنة المحضة لما أورانكرو لكن حال أورانكرا حوصل لابطي منهجي هي الطريقة دي أي عقيدة ده هي منهج يدا كو قادن جيرين سلف كو اصول لابطي وان لم يصبها على التحقيق جدكي ادو اد مرتا دان سو قادو اون ولي انن جول كي غارين وحان كفيعن هاي ودد دنب نين كان سو قادين اي ان ترر ميل كلا مري طريقة دي بو سو مري لكن التفويض اي وحو موداي مذهب السلف الصالح التفويض وتفويض المعنى معنى الصفات أيو أقاط إنه مذهب السلف في هاي كدي من الرسالة أسوها وشاس كحقيقية كتابك وإنه دورنا كتبت أنا دور قابا لو دورتا وحلو دورتا ما دد كتابك وحن بارسين يها أظن إيه مؤلفك أما نعانا أنه قدام يسنقون مادة الكتاب أو الدنين يسو أما دورك تمركا إني مصلحة ومضى أولى هاي أما واقع مركا تاغن داوين يا كتابك مادة يسوس أيساتاي والله دورتا وحا كتبت الله دورتا لشهرة المؤلف نينك ألفي كتابك قري عن نمة كيس يوسف كتابك تيبض نان لكن وحا لوصو قينا إياه انت يرى كو قرانا يكبر كوبيسا أرضنا يكو قادا شيخ ألفي بيتشعلي أساق عانا وحا كتبت الله دورتا كتابك وكالي مؤلف كون عان ماها ما دد كو قرانا ما دوين كلا كدوان ماها لكن كتابك بلشدة إيا بيش هالكا جوكتا عان كدحة فكتاب اللي يقانو حرط إيا طلبة إيا بلد كالجوغا ما قبل كالجوغا عان كوا إنك إنت كتاب مركا غريب ويسان أقول إلا بار الله القد الأخرين لا مدى إيا قانان إلا آخر إيا إيا كوان أكسا صادرت المحرر في علوم الحديث في الحديث ولي بن عبد الهادي إيا بلوغ المرام كمحرر كافي عان لكن مضوا حي اخر ذا ومضوا له دراسيه بلوغ المرام لماذا؟ ولشهرته لشهرته منهاج الطالبين كتب بدون كود دمبيسي وكفي عن باجر توفيقك ان حق التحرير كيسي خلاف كذا التبديل مرجحات كغلى عديه كغكوبا كغنى في عن لكن وحكبر كبدا منهاج اما لشهره مؤلفه هي شهرة المؤلف كتابك قل لي سبب مركا قاوة بضن با لو دورتا كتبتا كتاب كان مركا وحانو دورنا لبا حلو إلا دا كوبادي ولشهرة المؤلف وننك هذا شافعي أبو حمد الغزالي با كتاب كان لف الليل هذا على الرأس والعين بإسكاليه أصلا هو سوى هو سيد دقين وحاكو قرام وحنبار سيا مدى اللبات مادة من طلب العلم جاء وكوبي سكوبان بو شيغي كتبت كان لو باهيان اسوغو ير اسوغو ماده اوروريي يا وداد كالفي او عان اه لبدا سبب باينو او دوراناي باهيده غود كانتينا حوغو انشيغ طلبه العلم غا او سي دوميا يو ادابتي اخلاق دي لاغ ربي طالب العلم او سي غاسري سو بابا اي سمركاي نو ارغناي يا وحاينو اسنيري راد هبين لقى في محل ليلي لو بريسية بل أن تبير نقونا نواكو جرتا مرك كتابكو انت أسو حنبار سي منهاج أسل كيسو أما من حيث اللغة وأوضده لقاضه أما وضد مرك معنوي هالنقوط وطريقة الاستنباط والاستدلال وكلاء أما وضد حسي هالنقوط لبضو من منهاج هو الليل هذا وقابك يجدك يا وضدي أدابتي أخلاقي لقر بين معلمكم مضى وحبرايا يا متعلمكم وحبرايا هي علمي ما دا دبرنا يسود وقا تقييمه هذه قاية هذا صدح ذا بابو ككوبة كتابك وذاتك علمي فضل قيسة معلمك ومضى وحبرا يوحى اللغة بهاية اللغة دوني متعلمك وحبرنا هي أدابتي أخلاق الله قربه هي فصل يرو الدنبو وبحي النصائح وتلوين في عن
وانا كان كو تري بعد كابال قدي شكري بعد اورنيس هذا امرك شكرغو وحو كدعا اف يا ادنبا لكن وحو كو يمادا هل سبب او اه ان لو احسان فلو وح لو ترو مرك الله سو غاوي مرك وح اورنيس الحمد اخص موردا وعم متعلقا حمده مش كيما دو ويكوبان طوام حي وعرفك كليه اخص موردا مش كسو ارورو يا الاد حمده لوغو غوتيه وح لوغو امانو وافك كليه ما وعرفك كليه مين اسفان وعم متعلقا نوام حي صابك ادوغو امانيسو وغدا بلارانيا وحان كترو احسانه وادوغو اماني كرتا أنا وحبك كوترينا وأنا أقول ده شباب دوا أماني كرتا جيسينيمو ديقسينيمو عتكرنيمو علم بطني صفات الكمال ونعوت الجلال بدوا أماني كرتا لكن واحد دوا أماني وعرف كلية فالحمد مرك الشكر لله في ريو وهذه أخص موردا وعرف كلية وقدعه وعم متعلقا لبا سببنا كيما دو وكعان سيا شكرك اما الشكر اصغ وحليداي وفل كتسها ان وينينيس احد كي احسان كو غلاي اصغ وافعل با شغل بكم لا عرب مركاد وناك سميسون وناك كابال غدو واحد يس واخ كبدن كسيو اما ملكستان امانتادي كو هيو يا وحليداي نينكا وا شكريي إذن فالشكر وكدعاه أفيا أدم جوارح ذا وفل قد عنك سمينيس أبال قد قديسو أما أنا أدميل والبالله فرده أفيا أدم بشكر وكدعاه لكن وحا لغو شكري لغو أبال قدي أما لغو أماني وأمحي وأفعاش كلية أفعاش وكدعاه فالشكر سبحان الله هاي عفواً وحكومة دوان ربا وحكومة دا صابك كينية إن أنكو شكري وحوي أبال أنكو قلي إحسان أنكو قلي إنعام صدرت بإلهي وحلو وقليل من عبادي الشكور الضومها إلهي أبالكو أقلي نعمدو سي كابال قدي تكدي صومي صلاة اللوين عابد ويريه نبي الله إلهي باكو دم بدافي كي هوري كي دم باب محافظين سورد بيسا أفلا أكون عبدا شكورا إنه كان عبدا شكور شكر مركه وأفعال الله إيمانا يسو أفعال الله إيمانا يسوي أذكر أبا الجود يسو وناجي الجود تري مركه أصو حقا مشو كي ما دي ألد الجود وأفي أدن شكره أفي أدن وي وحكينا سبب كيسانا وإحسان الجود قال كليه والقرأت مركه فرق ورد حي حمديه هي شكري فالحمد أخص موردا وأعم متعلقا والشكر أعم موردا وأخص متعلقا انت اين ذلك فانتين بإلى التائي ميشان ضم بالصلاة بقش يصلي نبي محمد عليه الصلاة والسلام تعريف كيسة سيابة بضم بلسكم من رافو لوقيحة قيحتان هذا بدن الله شجعنا دو والله يرد رأيك أقوله وحوي الصلاة مركض مريسو وأمان فعل قد فعل كدعاء يا رحمة يا صلى ويكل دوين يعني كتاب القرآن كا مركض الأيقى يا سنة النبي عليه الصلاة والسلام مفردات كل وضع الله الله بتنا واسدة صدرت هذا الصلاة أترد على على محمد إن الله أمان أجد هذا واتكبت بادي أي إشكال كوسو أرورو أمرك لغوي أما استراحيه لكن هذا كف سرط الرحمة والصلاة النحريس آتي هذا مرم بضم باك إيمانية والإمام ابن القيم وكعادي كتاب كيس جلاو الأفام في الصلاة على خير الأنام خلاصي سنة وصوقة تي سخاوي في القول البديع على الصلاة في الصلاة على الحبيب الشفيع مركا وذلك من عبد الهادي متأخر كان كتاب كيس الدر النقي في الفاظ الخرق أصغنا وكشر حي مركا خلاصه صلقوا مكلا صوب قابي وإن إله اللويني وأدونك سن بركة سنة محمد أو أمانه أدونك رب أماننا وكره للنقضي نحريس صلقوا وكحل ديرياي
قفان لأمانين أما عن أمانين يلون حريزن كرا أو لو ضنقن كرا لكن الصلاة وأمان صوبنا الله أمانه وعند الملع على الله أمانها الصحة وبعد أنت كذب فإني أريد وحندوني بحول الله وقوته إلهي حيلتي سي قوتي سأنو كالميسنة يا أما قصغا أن أجمع إن أوري مسائل مسائل دورة أن أوري ومما يتعلق بالعلم وكمدا مسائل كله كله علمك يا والمعلم شيخ أمد وحبرية يا والمتعلم أرضي وحبرنا يابا وإن تكلموا فيها كثيرا إن بضم مسائل شها كهل علومته علومته مسائل كعلمك يفدق كتب بضم بك قرين آدابت معلم كي متعلم ككتب بضم بك قرين محدثين يفقاهي حتى متكلمين أرباب السلوك ورنبا لكن أنا وحان رباب لنا قصوا قابصة إيرا مهمة إلا أصي يشي أنني أجمع وحان أروني ما فيها مسائل كوحي كجري ومن المهمات أنت مهم كي أقيم بضم يوما شيء يورث دحل سينا ينك الله جهله الجرأة ديرهنان وكديرهنان على إقدام العلم علمك إنه كل دقائق وبرت إقدامك وضد الإحجام شيء إن أظهر روج عشان إقدام بالله هذا إن تكجوك ستنا إحجام بالله هذا مركا إقدامك والله بالنقطة إقدام بجهل يو إقدام بعلم بالنقطة جرأة واسطة سوكله نك عالم ك سوكلسون أقوم تسدينه مسألة كهلا يكوكلسون وديرنايا واتي أويري ابن قيم ذهب أترجم علماء السخاص كذا وحكبرتي كتاب له المعجم المختص بالشيوخ بقري شيوخ السخاص كذا وكأف الحيب وقري وأترجم يستي وحسو قاري الإمام ابن قيم وشيوخ ذهب كمدها مركو مريي وحويري تؤادس أماني وإرير وحيود القاف وتوقري وحويري وكان جريئا على المسائل مسائل علمي وكل هنا إنه كهلو تيم بدو وإنها وعديه يا مشو كان يبقى هذا كه وحكته ماي كفه ماي إنه ضرد وكتره إلى رجوا أقران الشيخ باسون نقدين ابن قيم يذهب ونمن له صاحبا وأرضي الشيخ يسيرن كله ونمن سكفعة وابن تيمية شقوة ذي حاجة من هجية علم جي عقائد كان خلاف يربع ودحي وهذا أنا قصي مشغولين الإمام الشوكان وحكفها ماشى حيو إن ذهب وكجد الحور يصدق مجرتا ابن القيم أصنمرك البدر طالع وأترجم يستأد وإمامك وأماري فأحسن وأجاد مركز وحوي الورك ذا بزوما ونعمة الجرأة إذا كانت بعلم ابن القيم هدول ديرنا هل مسلو كل ذا قنت وصل يشك بول أبحاثي سوى أبحاث حتى كقيمة مركا قاركون شيخي سي مركو نعمة الجرأة إذا كانت بعلم بروارنتي شو كان أو شو كر له ذهب فقيه إصنعي ما هين مفسر إصنعي ما هين متكلم نشغل بكمال وكبر النقضي أصولنا ما هين نين لغوي ناقضا كأكو أنا ما هين مسائل كمرك أصو كي دوني اللي جتشوك سدو ninki ku dhirada xogo hoos ku xariiq jiray sheekhi subax hata iska la laad simeelaha qarkood marka waxaan keenaysi abxaadta ayada ah yaa looga xeel dheeraayo xogo masar gaab ayuu dhanka ka ah laakiin muarrixa muhaddisa ayuu ah dhanka kale oo nawi fanniga soo ku takhasusan lagu iman karin marka funuuntaadan ku takhasusin ninka ku xeel ninka ku dhirada waxa dhihi oo ninkaani shoo wax walba indhuhu ka ridahayaa dhaqanka Soomaaliye iyo Carabi ajanba waajira almin waxaan u jeedaa iqdaamku waa laba qaybood oo iqdaaman bi ilmin iyo iqdaaman bi jahlin mid ka baana ay culimadu ka digaan masaladan aqoonin odan garayn xirribta inaad ka rido ama aad jidho iska ilaali haday aqoon u leedahay idan aqoontaad u leedahay waxay keenaysa inaad ku dhirato marka ku degdegto إحجام كنا صورنا مرنا وأمانين يا مرنا وعاين يا هاي إحجام كم كان مثلا كجوك سن سادي شبك هاي جرتو أما أي سن قوة عضين وأمان يوناك لكن مثلا ذو قوة عض مصلحة دون أي كيني سينا دلا عيسو هدد كجوك ستو جوك سي أمان مي وعاين يا هاي ونوع من النفاق وخور في العلم
ومسؤولية ضره وضيعيد حق أمته إيا حلك إلهي كساريبا. وأرجو وحان رجعين يا منه من الله تعالى أن يعطيني أنه إسجاء الإقدام كل قاقد يو الجد دذال على العلم برشد الدين كالبرته يو العمل به أن كد أن كد يرذو أما أن كد دذال. وسميتها مسائل كوحانكم مقعابي أما الرسالة ذبا بمنهاج المتعلم نينك وحبرنا يوضضوا أبار الله وحبر الشدى والله الهادي إلى سبيل السواب. ورتبته وحانوك أكرر لغي كتابك على ثلاثة أبواب صدح باب. الباب الأول بابك كوبادي في العلم أقونتو كساب سنية هاي فضله أما فضله ومكانته وآدابه ساتو طرده فضله أولي قيمة أولي علمه ومكانته درجته وشريعة إنك تشوفه يو آدابه وآدابه أخلاق دي سيئة طريق اللهم مري أنشي سيئة آداب تلقدون أي أرضيك يا شيخ أبا. العلم تعريف كيسو تعريف بضم بلغة بحشاين والباء ومتكلمة أما فيلسوفة وحاسو علم واركو قيحة لكن كيسكو وافق سيئة اعتراضات بهلو كيري وحاوي ومعرفة الشيء على ما هو عليه. معرفة الشيء على ما هو عليه إن أوقات الشيء كان يحقق هذا ماشى كجر تأذ أوقاته سدى التان أذكرته تعريف كاسا علم الليل هذا أما علم الدنيا هالنقطة أما مدينة هالنقطة وحدنا هالنقطة شيء والب سدى يهاي أن وحلق الدارين أو وحنا لقى جوين هذا ذو أوقاته علم بالليل هذا شيء يقول مركض سدى أذكرته هذه وحبك خسارة ماي شيء يقول حرم ما وبلا يكتم ما دا وخربات ما داو مركب وحلقو الدرو أما وحلقو قوي سينقو بوحي لحاجة وحي لمان ويدا حاجة وحي لمان ويدا مركب وحان كتر لقو الدرو أما وحي كتر لقا سارو صاحبة مزماء حاجة صعطو لمان ويدو لوك لفوتقاذي ويدو قيدو ينبضونو دو كمر قدا وذا دهو وريريسة صعون وذا ضدركتو لابو عذور بيقبتها ميت كميدا حاجة وح كتريبا لغا سارو لقريي وحبا لرادين لماني هليو أما قيب أن كتريبا لغو صدرا لابضا عذور هذي حاجة كبت بادو ميل بيقود ماتا ولغمورا ورير دوانيك كود عذي قيل أقوان تاي هاش جرين لوك ينا يري عمان كايقا قصتاي مما صار بيلاقضي علمي ونواسدا السكالي وحان أسا كميد أهنا دي لغو صدره أما شيء كميد اللغي سيبا والغو بابا عادت كانوا فسادية علمي ونواسدا السكالي نمان علمي دا كتر سنة مركا لغو صدره أما ميد كتر سنة لغار ريبا ومدوي رقمتا هذا قربا إذا كشي كيشي هذا عوليهان أيا لو يمد وذاتكي ريكونفريت فقه أحكان تباريبوه وذلك نثر الجواهر اسكالها شيخ يسوي وحال الشهدان عوليهانو ضد علمتي وان نوري رسم يوين عامي ميلا ودقاق ويحاران ويبنانت ما بنانو لو مرد وانكر ولود وانكر اسكو سولو قدود ويرينك عامي وعلمي وان نوري رسم شيخ وحور حكيم بوحوري عامي علمي دم ورينيني وحايد وريريي نن أنو مر كان علمنا هي عامد أنو قترسن إذن كونا علمنا إذن قترسن إذن كعامد محيد قترسن يا علمنا إذن قترسن يا هاي مر كان أنو الشير إنما ملها فدام مسائل كلاجنا قاش شاعر وحنا قترسن يا هاي عامد حاجة وحياة الله الله وذا مر كان لقدره وح كترسن أمل لقى جويه وح كترسنا علم ونواسدة معرفة الشيء على ما هو عليه تضبرة آفة مكانه لكن وان قاعد دونا تعريف كأساقا وحلقة سوري باجره شيء واشهيسه خير بكو جرين باجر مركة قاركود جهل قام مصلحة نقوني ميال دير باود دوني مالك بدر صحابة يقال سوف ديه تيرد رب تاه يكفار تهريب بدر صحابة انو اقادة مصلحة كجرت مساء مفسدة كجرت وعلمي كالدوف كيسي أغال كيسو
أي مصلحة وناكتة أغاشيسنا أي تهي مضرية مفسده كل علم لك مطلوب معها علمك استا رادين تسيه دبقل كيسو محمود أمانا ما عند الشارع علوم وحاجر تئنات كجاهل نقطه أي مصلحة لك وجرت بروينو هلكا كتالو ننميسي أميزامي مركز وحكر وإنت سوكيلو معدي بربو ميزامي أوت باقي وشان بقوله الجواب بكويل هذا هو القرآن سوصر ننحن نصن باطاي عربي قد ما حكضوا انتو بوقي ما عاد كفايد أقال والبا شيء والبضع قاتاي همود إنو يهي مصلحه مربو مفسدي يهي علمي إن لقى هرا أيضا تكجر تاجرة مدنا إن لرهاديه والله دلبا واجب وينو قاردونا. قال الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا. مركات مجالس تفردان علمك كلا دورك أسود وهذا اسكو أرورا ميرا أبنى أصحاب بدر إيو تذكى قضالك إيمانية هدي خير إيه جهاد إيه صلاة أصوك علي أصوك على يرفع الله الذين آمنوا منكم إلهي باكروا قاضي كوا عليه رسول رميو إذن كي تكتر سان درجات آخر سيني دمدافو سيني إيه والذين كوا أوتوا العلم علمك الذي درجات في الجنة إلهي باكرس الرئيسيني محل بيت القسيد كآيات الشيخ وكين صدي والذين أوتوا العلم درجات كو إلهي علمك أوسيي درجات بكرية ليو ودل حسيني درجات كانوا شرف الدنيا ميقان آخر وي. وقال الله تبارك وتعالى شهد الله الله حكم ركعي أما أو حكمي أما ربي أو عديب أنه لا إله إلا هو الله حق لقع عابد أصاق كأهين إنو سنشرين والملائكة بأينك مغراتك عضي وأولو العلم ضدك أقونت أصاحبك أقونت لبا إلهي إنو كل واحد يأي كم ركعي حال كوني سبحانه وتعالى قائما بالقسط إلهينا مقيما بالقسط عدل قوته سيوه هوشي سودنا أحكام سكونك يكوى شرعنا عدالة بيكل سنطايوي مركا شهيد فاعلك إذا أما ضميرك كادوندك حالي وحوي إلهي با قائما بالقسط شغلكم العلم إيو ملايكتو شغل هوشاكم لها جاء زيد وعمر راكبا هداتر هذا لم أقوله من حيث العربية لكن هذا ترى جاء زيد وهند راكبا لا لبس فيه ولا فهم كره زيد يا عمرو با يميد راكبا لا يجوز في العربية للالتباس لماذا لو اني بتصوشكتي حالين ما حتكدكت هل روح باتكدكت لبس با كجره مع عمر با اسو جايد سارن يمين مس زيد مس كد ودن بيد كلو كفيسا لبس با جير لما اوغلو لكن مركا ترى وحاي من زيد يا فاطمة أما وحاي من عبدي يا حليم راكبا راكبا يا لو علي مذكر كيف يقول نقول ويسكع هاي تنواسي ذوك شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما حي قائمين الله مدني يقول نقول إيسا الله سبحانه وتعالى شيخ حوري بدأ الله في الشهادة بنفسي كما ركع لقم ركع التوحيد كالله ربو حكم بالله بي أسقى اسكو بالله بي وثنى بالملائكة ملائكة كل بي وثلث وحم مخاتك عكو يعضين تكو صدحي بأولو العلم ضدك علم قاله. وقال الله تبارك وتعالى يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ذاتك أقونت أن لهين يكو أقونت لما سمين مص النووي أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون بل سويل أحد حلو أمصى على هبينك تاقنا إلهي ديعاهي سقو سجوسنا سقو تاقن با مسمين بل مطيع يا عاصم مسلمي مصر النووي سيدي سن أص النين جاهلك يا عالمك قيب ترى من هو قانت أنا الليلي
ساجدا وقائما ومطيع. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لبدا هور كلا قادي دودا يا خلو مرات غشنيا لبا كلا دوون اون احد بني ادنا كشكينين ما وحاس من جاهلية عالم ما سنوي سدوك لو حان سنني نين الهي اضيعه يوم مضيعه يو عاسي الهي عاسي وحي ايادو كتوسيسا علمي ووحا لقا ربنا اني تاي قيب طهوري علمي وعينو كل حلسيو قانت انا نغطو قانت انا الليل وانا النهار ساجدا وقائما بلقا ربا مجدد زوحاو علمي انا الهي كعابدو. وقال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله إلى وحاء كعب سدا من عباده أدوميس حقودا العلماء أنت الله تقانا. هذا تحسر بالقليي معمول كبال الهرمري ومفعول كها فاعل كبال قدال لقيي ليفيد الحسرة. أو إلهي عباده سوحا لوكوبا يا علماء أحد إلهي عابد يا دار أركتوي وعالم أحد إلهي عن عاسرين أو إلهي أضيعي أو دينك قرق مي أو حدود سإلهين أي أو توصن هذا ركت عالموي أحد كإلهي عاسينا وجاهل عالم معها إلهي أدومي سوحا كعب صدوي إلهي كعب ستنت علوم ذا صدرت العلوم السلف وحكو إجماعين كل من عصى الله فهو جاهل بيده نقول بو إلهي عاسية وجاهل آياتنا كقاتل يا آيات سورة النساء قرنيسة. وقال الله تبارك وتعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ويقول الذين كفروا لست مرسلا آيات ودم سورة الرعد كو إلهي كفري قال ذا وحكولين كعب بن أشرف يعيدا كيسي يهود فسادي منافقين تودي لست مرسلا لغم صادرين رسول متيد نبي الله وحلو حتى يقول كفى بالله وما جاء ديجتين أجرمينا فاعلكم بألك إلي واجرتا ديجرتين كفى الله شهيدا بآيت كفى بالله شهيدا بآيت قل وحاتر رضا كفى بالله شهيدا كفى بالله الله يغفرا بيني وبينكم أني يئذنك الله نور دحية شهيدا مخرات النمو حكم يا قرصوري عدي شهيدة وتمييز وحدي جرتين إلهي با أني إذن كان نوكر للقادة هاي نكال حكومة هاي الله نكو كافتومي أنكو كالصون هاي وحاكونا نغفلا ومن عنده علم الكتاب يددك ضاعده أقون دين يدؤول كتبته هوري إن كبين شيئين علماء اليهود والنصارى علماء أهل الكتاب انتو دتو صنيد مخاتيكو دوال لقبان رسول كان والله قبان كفار قريش عربنا وكو قسمين اي قاتل القراءة متواترة واسدة قراءة الشهادة وحل أخرية ومن عنده علم الكتاب ومن عنده إلهي حقيسة من لدنهم بو علم الكتاب كهذا لكن سيدة هذا الرب ممكو حوي القراءة المشهورة أيو حجيسنة وانا صح وأهل العلم وهذا علم وذا خائمين ولما قاتك الشنية وكفى به شرفا إلهي بأنه يدادو في أبواب التوحيد والرسالة وحام مرقليا وفريا علومه محادما إلى غير ذلك من الآيات يأنت أوحان كأنه آيات القرآن فربضان أياك أغفلا وعلمك فذك إيسا أدلا فربضان بعد القرآن كتمت كتابك أو قيمة بضان أما قرآن لقري أما قدال لقري ولم يسوكوا بالكتب بضان بمسألة كتمت لكن أنا وحانوش على مركان باب العلم يفضل كيسية مسائل كيسان ربعين أن إيش أمريه كتابك ابن قيم مفتاح دار السعادة مفتاح دار السعادة آخرية علوم بات كدر قيسان واتكفى إيديسان وحياة بضان يقرية بضان وضعطان بات لقيسان هولا بضان باكوجر كتاب كاس فضلك علمك يأدل ديسا كتابك أوفى فاسم كتبت سجوني الله قرية حتى وكقيمة بدنيا طلب العلم فريضة يوطنه بابي هاي علمك إلا طلبايو للراديو علمك إلا برتول الدونو
وفريد وواجب علمك الله لنا وامح وعلم الشرعي علم الإيمان وعلم الشرائع باللوجدة علم الإيمان بالله سبحانه وتعالى وعلم الشرائع الإيمان باللوجدة وحكى له من باب الوسائل بيكسو قليا وحيبها إنه واجب إلهي نصار لبقي بضوه ما يجب وجوب المقاصد يما يجب وجوب الوسائل لبضا سيكلي شيء أسوكو جيدا ما إيهي شيء كلا لغو قارها هيا أو شيء كلا لقاري كرين إلا أسك الله صومره كاسوك لو حال إلى هذا يجب وجوب الوسائل مقدمة الواجب بان أصول فقه الله يقال من نوامح وأجيد ويجب وجوب المقاصد دي بان إلى هذا وجوب المقاصد مرك علمك هذا اللغة الله أشاس اللي لجيد وامحي وعلم الإيمان بالله وعلم الشرائع وتوحيد كأي عقيدة هي وحي علم إلهي أن كبرنا إنه إيوه رقم كأن كل رقم إلهين وعلم الشرائع اللي إلهي أمرنا على رمينا كذب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم علم الشرع إلا الراديو الله دوندونه ومعلمين رات تكبره فريضة واجب على كل مسلم فريضة أي وشيء لازمة أول لقوي من الله لقوي يوم مسلمة قفل مسلم وضمرة يلب كستو مسلمة واجب بكيهاي حديث كان مركا دور صحابي بكيمة دا من حديث أنس بكيمة دا ومن حديث ابن مسعود وكيمة دا حديث ابن عباس بأصنا باب كيمة دا ابن عمر أبي سعيد يا جابر دور صحابي بحد كالقورية جميع طرقنا ضعف باكجرة لكن بمجموعها إنه حديث كحديث حسن أيهاي أي الراجحة الإمام نقيم مركو سنة كزكاها الله وحيوه لكن معناه صحيح مركاسو عديسو صحيح هاي مفتاح دار السعادة طبعا هدا إيه دار عالم الفوائد مجلد كوباد أفر بغل أفرتني الله بكفيرية مركو واسدة علمي قال الطلبة يمحاكم ذو واجبة علم الإيمان بالله إيمانكو حكاكو بيان علمي عمل الله هذا عابده يسوى إن أضبرته كدمنا هذا عابده اللي الرسول كسوى إن أضبرته رميس كدمنا رسول كان آخر عبد الله هذا عابده مركا الإيمان بالله وحكاك وبيني هاي لباق رقني أو علمي أقاله إيا عمله عمل كنا مسوق سورة قليو أظن شيء هذا عابده يسي أمات كل رقم يسي أذن برنين علم شرائع صلاة دبا كميدة صلاة دياتو كذا نيقى نقاب كله تكذا صونك حجك الزكادي شرائع الإيمان بأن لا إله هذا هذا مبرنين قف كستو مسلم واجب الله بيدد بواسار أنت صلاة دي علم من أبا أنت شيء إن الصورة يستؤد فأنت كدي من أتقول لك أنت على قربة الله وين إن أتبرت الرسول كسب برت آخر برت كدي من أدير قرود لقادونية مركع علمك واجبك على كل مسلم ومسلمة وحوي فرض عينك وعلم الإيمان بالله سبحانه وتعالى وعلم الشرائع شرائع الإيمان وحكسوها راي وصائش وحبيه كلا وحقو واجبا يعني من باب وجوب الوسائل انت سامرك ميشو كجرت سقا قيبين دون مركو علمك قيبين وقال دون إن شاء الله تعالى وحميشو كجرة وقال عليه الصلاة والسلام وقال وحور عليه أكمل الصلاة والسلام سلام يا سلام الله ما يسندوش ساعات النبي وحوي له كلب وله غزالي أطلب العلم علم الراد أو برو ولو بينك وبينه بحر من النار هذه علم حتى هيدين حيث بض نار وضبئه تشيد بض النار أو مر علم الراد سو محلو مشاهد كنو حوي علم السنة لغة متقو عليس لغة متقو قاتل لغة متقو رفاد لغة متقو فقاشو لغة معررو علمي يا أذوق هذاي بط نار يدين لحيسو وين أضبط ده تشيله أما تشيل أما كبوت صادية شق يالي أما برسكوح الحين علمي قررت كله حديث كوحاشة ديلمي في الفردوس عن ابن عباس أو من قول لقمان الحكيمة نبي محمد الله ما تيرني غزال بعد وتيري ابن عباس بقى لجوريا أو حوشيرا إن ابن عباس يري لقمان الحكيم بقى وحوجري أطلب العلم ولو بينك وبينه بحر من النار معناه واسح معنا حديثك وكه الله أيه
أما الشيخ أكين يوسن سقنان من حيث الرواية ومعنى صح علم قال لو قمتك هايو مشاقات كسير دبات تديسة وحو البو كاور استاقن وانا تكلي حتو ميلو البو وشوغن وانا ضدونته. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام أفضل الصلاة والسلام أطلب العلم ولو بالسين علم قال هذه شينا بأذكر هذه سيدي علم قال هذه أو برو الدنيا دي واقع اللي دقنا يلغون نولا ودن مضمنا عربين ماشو يوفق الله صفره شينا بها مرايكان اي ري يوروبكان اي وحس وادن بالله لي شام هدي لغا توقع برغا لورد برغا ايش لورد اقا شينا بيوفقا ميل مركن عربين او قارو ماشو يوفق بيه آذون مكا الله الله يسو فهم كذوح وقبان كرام اي فهم كرام بوحلوهم بتاليا هدي النبي قول الله علم الرادية مثل على بناء على ثبوت حديث قال لنا ما نسقنا علم الرادية ولو أمريكا هذه اللي قول الله أمريكا ما هي آية لما قر بناء هذا وحمر كذا وش يجي يسوع وحوم ثالثة وحي فهم كران أما أي سورة يسون كران كتاب ربنا نساء سوق الصحراء ذهني جا يا جرات كأدمها ماشى كنا والوحي أسود دق دق يا ربي وحوش يجا ما هي لي مقصودك وحوي تدقين الحقائق ذا الفانسي شيء أقول سكية حقيقة اللي أقول فهمك وأحلى أقول شيء جيّة نفس الشيء قرآن كنا على أسلوب العرب وكيمت نبي كنا سيدا صهوب شكوه ذا أطلب العلم ولو بالسين علم جرّات سيدا أو حبرت شيئا بعد جرّات الثاني حديثكم مركّة من حديث أنس بكيمة ذا وأنا حديث ضعيف هو معنيه سنة ومعنى الصحة بلا خلاف بطن عربها كاتدير هتاب يا لزويري محمد مودا ميل فوق نبي الله موسى ميل فوق دونتي صحابة بدأ أمري سفر رديء أقلي جماعة من السلف أي أقاليم كلا أكل السفري مرك علمه وحوي ماشي أتكيه لكرتبة وين أتكرهت سته علمك هاتني سنة ونص عبادة باب إنن عبادة ونص علمك باب إنن بمعنى علمك الرات حقوق ذي كانها ضيعين حسن البصري وحاقسوا كان علمك برو اطلب العلم طلبا لا يضر بالعبادة واطلب العبادة طلبا لا يضر بالعلم هذا هو فقه السلف علم الدين تبرو برشاء لا وعين عبادة هذه وعمل كادي عبادة يسوء إلهي عابد عبادة أن بابدين لا وعين وبرشاء هذه محل شايتك وامحي علم تبرو حقوق دي كان لها طيع حق الله هو حق الناس. وقال عليه أشرف الصلاة والسلام صلاة أقيم بضان هنا الشرف بضان نبقى دوش ساعته وحجري أطلب العلم أطلبون والا ورياه والا جمعيه وهو الجماعة الراعيه أطلب العلم من المهدي دربت لقب الله إلى اللحد قبرك ما لنك أطلالتي دربت لقوره إلى إلك اللقودي علمك الرات سدى مع المحبرة إلى المقبرة سلكوا به جرير مع المحبرة إلى المقبرة توادي انقاست هلا وط إلى قبرك محبرة وباجة انقاست يخطك إنه كش من جربة يا اللي جاء هذا تذكر مية وحقو صوبة توي قرنية يوحقو رجري يعني قلن كوضو إلى قبرك لغادك هايو قلن كسيدو وضو وحبرو إلى لغبطك هايو بالك وضا حديث كان لو تركيسو ومن قول بعض السلف أطلب العلم من المهدي إلى اللحد أما أطلب العلم من المهدي إلى اللحد ومن قول بعض السلف أحمد باكمذا جماعة من السلف سأرنجري لكن نبقى إما حديث كيسا لكن وحقق في الإمام كونه كين لها حديث أبي سعيد الخدري أن جامع ترمذي كم مري باكق في الله لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهى الجنة وحديث أبي سعيدة ترمذي نويل وحديث حسن وغريبة ابن حبان أو صحيح بكغفل الله خير كأصغي حديث شيء وعلم لن يشبع المؤمن من خير يسمعه خير لما قلواك وعلمك وحال لما قلوا علمك أضونك مؤمنك خير كمدرك بمعنى علمك كمدرك إلى وجنة قالوه صغى كفي عن مركة أطلب العلم من المهدي إلى اللحد أصغى كفي عن محايا إلي
من المهد حقوق مبالغة كجرتو إن ما دربت الوسيدو حوما بران كرو تكليفنا ما صار أمر لو متشيدين كرو والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا روح مركو تميز جاي مكلف نقدا أما وكده وهذا وحلو دري كرا مرك مبالغة كجرت من المهدي إلى اللحد وحلقه وذا علم قد أم له مالك أتقراض يا شباب وحبروي حسك في عنا حديث أبي سعيد لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهى الجنة وحديث حسن سيد الراجعة وهذا أي ضعيفية عور الشيخ وفي الخلاصة قبل أحاديث دان صوشي آياتها دان كو قبل كل عبادة فضل علم ولي وضع شيخ كل عبادة عبادة كست إله اللي قد وهذا كالصلاة سيد الصلاة وكلا والزكاة والصوم صوم كي زكاة وكلا فرضت وحل واجب يا ذاتك واجب كنت هاي في وقت دون وقت حليل قاركوت صوم كدد وصن واجب كو هاي باكر زكاة ودد وصن كو واجب إن باكر صلاة مرة يدعى جرته ودمر كدعى ذو يدك قاركوت ودوكتي فرضت وحل فرض يا لؤي كسارن من حيث التعيين باللوجة في وقت حل دون وقت حلك للسكدي لكن علمك فرضك برشديس وحلك استالغارا مرنك عدح ماي وتعلم العلم علمك واجبك برشديس فرض في جميع الحالات مر والبوى لازم كسارا وأوحى الله تعالى لداود إله داود وحيوه يا داود نبي داود اتخذنا عليك من حديد كبه هذا وحا قسم يستابر كببر السميس وتقص فرطه أو برشيحة أو مل بعض كمرت أن كجو أين أو يلم بعضي نربع دولة إيو سول بعض بحيان الأورني كببر السميس إلى سفرات دير بتجلي دون طاي وعصاك أشاد كنت كبي سنة من حديد بيركض لكم واطلب العلم علمنا الرادي حتى ينقطع عن علاك إلهي كبو جوان كبيه برتا وينكسر أوش وعصاك أش برتا إن أي شبط أنت علم الرادي هو يحدث كولاي هاي اطلب العلم حتى ينخرق النعلان وتنكسر العصا واسكمت وتنكسر العصا حديثك وحال لا ورا شهادتك محققه اسو ميلك لو تيريي حكى فعن او تيريو عون كانون وداديه ورا اسو موقوف اما مقطوعه من حديث مالك الدينار وتابعه ايو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن التستري ايو معاون يحيى إذا أصوغ مرفوع عجر حديثك وسيدو غزال الشيغية وذا ديه ضمين غزال حديثك ككفي عن هذا وبهو العلسوي حديثك أبو بكر النفع من الحارث أي حديثك ورية من طريق ابنه عبد الرحمن أبو بكرة أوحى الله إلى داود مركوا حديثه أبي بكر النفع من الحارث عن رسول الله رسولك إلهي بأن نبي الله داود كسوة التبين إياه مركا وحين قطع مركا متجر أوحى الله إلى داود اتخذنا علينا من حديد وعصا من حديد واطلب العلم حتى ينخرق النعلان وتنكسر العصا مركا وحاور يا الإمام الطبراني في معجم الكبير وكذلك في مسند الشاميين بالغور يا بسند حسن سندك حديثك وحوي وسند حسن محايل وذال ليلى علي بن زمر جدعان كليا كجره ان كان سيد الراجح هذان علاك لو قبانين حديث سوال تحسينيه جماعه من السند ولا وريا ورقي هذا هوست ومحقق كشيغ هيا لكن اسقو مرفوعه ايا نبي قال لغا وريا سند كيسو ومحتمل للتحسين هذوس حسن باهين با اذا محل شاهد كوامح مركز علمي قد ضلب يسؤديار قروي أديار قرو وحيابها كين يهدوين أذهب سونته وضحك كسر نقطة إسكيلالي كوا برعة قلب كورض وبرعة كل غاقب اللقيدي معنو وامحاي هوا شد أحدها كجتين وقيل وحال ليدي تازم حكوتو سيسا علمي فضل جيسا واجباتك كلي عبادك كلي مرمر بيواجب مرة وارعان لكن علمي واجب نمت كيسو مركز سوى كساري هاي وقيل وحال إن علم ما يتعلق بنفسك تفصيل قيل كانت محورة منه تفصيليه علمه قيبة فرض كفاية قيبنا وفرض عين وهي ومشهد أنك صعري وجوب المقاصد وجوب الوسائل بك للدوان وقيل وحال
إن علم ما يتعلق بنفسك علمك كحلا كله لأريك النفط هذا في جميع الأحوال مروا البعض بأنت علمك يقولك مروا البعض بأنت هاي يعديك خصية بمنزلة الطعام والشراب بعد يبيو لتوية هاي لابد لكل أحد مثل بحان لغا مارمين من ذلك أرنك أسكا راش بعد يبيو مروا البعض مارمو أذونا علمك خصية علم الحال كله يقان أما فضل عينك الشخصي اللي يقانه مر البوالغة الربا فإن حياة القلب به قلبك النولوشيس به بالعلم علمك كحرنتاي كما أن حياة البدن بهما بالطعام والشراب قنك إيا شرك إيا بوريك إنه حكونه لهاي بادي يبيو قلبك حكونه لهاي علمي علماء الوحيد هذين بن آدم كان لبا شيء بلغة تركيب لغة أبوري روح لجليي إيو عرده بلغة أبوري كد من اللوب بدلي بيو يكون له سكول لبا إلى هيساو أبورك كد أهيسي وحي قل كيمت وشرك ينني الله فيه ينني يهول هينن وحي أبا هينو يكون له لادان وحي قل كيمت وحي عبا إيسان أما عون إيسان قل كان بلغة كينا عركي بيو كيما قل كازي قلان لكن بعد يبتاق وصو سارة حوله طاقب نحنا أيضا علفنا بيرتا يبات كسقنا الله تلك إنه يجن كين يهولها جسمه وحيا بعس قراب كاسو أباه يروك كيمد لكن نفط أمر الروح من الله يبكتمد ويكون بكستا ويكون نولاتا ويكون رقانتا وح الله حقي سكيمد أو وحي جاء أو علم أو قرآن كا قل الروح من أمر ربي قرآنكم محل ليلي وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا الروح من أمر ربي والقرآن ومن أمر الله سبحانه لبدا داوى سوء صادرت حونها سحر ككيما دي جنك يئش يبلايدا قميوين كي بعيضوا أيضاك الله طوران وحق الداوى حيوان كذا روك الله كي نحوك قوان ماي دقير يقليز هولها ما أنفع عيسو معجونات مروجسين ما ينفع ما أنفع هاي من أمر ربي بأبايا وحلو داوين لها تيب شوق كوشي ماي فإن حياة القلب قلبك أنه لشيس به بالعلم كما أن حياة البدن بهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حيا بالعلم ننك علمك كنه ولا علمك قوته لم يمت ابدا ولي مدنته حديث كان مهل الاصو لا موقوفا ولا مرفوعا مهل سوره ثم علم محادثات ان كل علم علمك يتوصل به لو جار الى فرض عين لو جار فتحصيله وفرض عين ادعو انو كلا قادو او يرهدو وسيلة الوسيلة وسيلة الواجب وفرض عين لأن وسيلة شر وشر وسيلة الخير نوا خير صحوي أو شايدة ثم أعلم حذقات أن كل علم علم كست أقوم والبي يتوصل به إلى فرض عين شيء فرض عين وكسارا فرض عين كبحال هذا واجب كأليه كسارا مرنبا أن كاد عين أنت مكلف تدعقل إليه هذا هيد أوذي كرتو مرنبا أن كاد عين قف كلا وسنكا قادي كرين أيا فرض عين كلا فتحصيل علم جاس كو جين يا شيء فرض عينه إن اللي هير جليود برتاي فرض عينه خلاصة وام حي العلم بكيفية العمل الواجب فرض العلم إن دقاته شيء واجب كسار راساد وجدن له هيد فرض عينه صلاة وكسار أنت واجب فرض عينه أقونت أتكو جدن له وانا ديالته إني أفرق عضوته sida loo tukado rukuucii sujuud la xidho qaabka looga baxo waana garanayso marka furudul acyaan marka soo ururiso wixii wasiila aha iyo wixii ujeedaa waxa dhigi karta al ilmu bi kayfiyati al amal al wajib fard ila ogaato qaabki loo gudan laha amalki waajib ka fard xayn way marka ilmigi iyo amalki baa isu keentay ma wajib wujuh al maqasid iyo ما يجب وجوب الوسائل مركز كمدوي فإن العلم المتعلق بمعرفة الله علمك كحرا أما كلك لإلهي برشديس إلهي نظبرته
وإلهي قراته بأسماء وصفاتي أخو قراته أخو قراته بقدرتي والربوبية وتدبيري وملكي وتصرفي أخو قراته إيوه بالصلاة علمي كله للصلاة دقاب كله تكنيه والزكاة والصوم والحج علمي كل تعلقه وبما يتعلق بالحلال حلاشة ما حلالة أكو بنان علمي كل تعلقه يو الحرام ما كاره بنان لقوه قليل يو غير ذلك فرض عين وي على كل شخص إذا صاحبين نقطين والب علمي أسا كل تعلقه فرض عين بكوية هاي علمي لابو نقنية من قف كستال لغا ربا من قف قف كومركا هيا لغا ربا علمي قف والبا لغا ربا وعلم الإيمان بالله إلهي سبحانه وتعالى رمي رمينا قرمي تماتنا إلا برتو برشادة أما فدر هار نقطة أما اكتسابة هار نقطة كاس قف كستو سارين هاي علمي علم الشرع اللي دهدانا كولبان نينكي مركا اوها يو قبانايا نينكا ان هل ذكرين لهم ما ينو برو مركا اي واجب كوكوتا اناد عامستو اي مركا واجب كوكوتا اناد هادشو ميان رهينا وابكم ما هل ذكرابا الله بحرية لبوي هذا الكو وحكم شرعيا كو تعلق مرنا اناد هادشو واجبة مرنا اناد عامستا واجبة مروى مستحب مروى كراه مروى بنانتاي أحكام بقى تعلق لشنا وهذا الكي نك إلهي أم مسيو دبت أبكم كلا إذا هذا مرو هذا ميا واجبة سكوت بواجب هو مركا هنا هذا شيء واجبة مركا هنا هذا شيء يكون بنانتاي مركا واقع حران مركا واقع راه ليه مش هاي لي تذكر سوكو تجرب نك إن دولها بري ميسيت أحكام النذر غض البصر حي الأسوء علم الحال كي سماها إنك ما علناها الله قب هذا ولا غيابا لكن أسوء حصارا وأسوء فرض عين كوا إنه عندها الله بما حي لا يما بها يابا معول الله با أحكام النظر لبري ما هي علم مركا أدقو خسي سوق لي باتاي صرف باتك سقيشتا علم الربا والمعاملة والبيع والشراء أنا برتو فرض عين بقوتها أنا حرو كتبت أسكلق ميستون سوق يهولا أُجِيدن إن أنا أحكام سوق برتي واجب جماعة فرض عين جماعة مع فرض عين جوا صلاة يهولا مركا إهاية إن أنا برتو علم جذا نول بحالة ده هي ستة لجربا إنه علم جذي يشو علم الحال كسر اللي جذا من نوع ينود حيايو وعلم الإيمان بالله سبحانه وتعالى فرض لابد لكل مسلم ومسلمة طلبه علم النوع عاسى فرض بكوية هاي لب يردك بين الطلبان يو تحصيله أي هرجليان وإقامته إن التوسيان وهجاتين وسبعون برتان كالصلاة والزكاة وغيرهما ويسأل الله تعالى علم الصلاة رب ويدين يا أما ولا ويدين يا أدونك أدونك إلى ويدين يا عن كل مسألة مسألة والبو متعلقة بها متى كل قله ويعاقب على وانك عقابا يا ولا يعفى عنه علم النوع عاس برش الآن تيسين لقوا عفين ما هي أظن كلا قع عفين ما بتوبة واستغفار توبة كيند يدب الداف ولا يعذ لقون عذر دار ما هي معي إلي معرفة الله سبحانه وتعالى متوبك قد عايا مسألة معرفة الله مسألة الإيمان بالله حقيقة كعد عميس بتوبة ولا باستغفار ولا عردر ما قالوا إن الله تما دام بوين وحاجرة هذا كت استغفارات ما دام كنا قرين علوم تأيده وحوي وحين كير كشاء بالإتيان بها جاهل بانكاي كعد عميس وأكبر إن البرتا لقربا صلاة دنا تكتيو إن الله ليس وحده حي مشر ما دعيس علم قرآن كاسو نقول إياه إن الله تيم جهل ما ينفع جهل بانكاها إيك هذا الجهل هذا عقابي هاي دم بيسي إن أدبرتهم بيكون حكرتا أستغفر الله مايا دم بيك كتكي دوية ولي والا قاربا وأتوب إلي مايا إن الله تيم دا أمبو كل عيا سوشي السبا لأنه فرض عين أن إن الثمي سمين لقاقاد مهايو دعم مهايو لقوع جردار مهايو
إذن ويسأل الله سبحانه وتعالى رب ويدين يا عن كل مسألة متعلقة بها بمعرفة الله سبحانه وتعالى إن الله بنا إنسان أنو إسكدر دعية إذنكو مشهد قل لي سيدك كرام ما كان مفيري وحسد عن نقطة إن مرة ولا جاي إلين إن الأسبوع يردارين وما يتعلق بمعرفة الله من العلوم سبحانه وتعالى يوحي كل قل فرض عيني علم الحالة إن الله تبارك وتعالى موين أن لا قاعد جيسني ويعاقب عليه علم جاسك كتجيس ترك جويه وحاله إلى حقوق عقابة يا حال حقوق عقابة يا كما يعاقب على ترك الصلاة والزكاة وغيرهما إنه مرك كارب الزكاة هي صلاة إيوه معرفة الله وما يتعلق بها القاسي مرك كم مقارنة سدا لغوق عقاب الصلاة كتكتي يا علم جاك لك تجيس لغوق عقابة يا ويفسق والتفسيقون أردال بالغد تاركها مثلا أنك كتغ كما يفسق تارك الصلاة والزكاة وغيرهما سيد الله أردالي الله حكومة إن المرق يمخات فوركرين أنك الصلاة كتغ أما زكا كتغ يو غيرهما وحا صلاة زكا كأينو من سائر الفروض علوم واجباتك انتو ذكالها من سائر الفروض أي باقي الفروض ويسقط أنك تارك وكدعها عن الشهادة مقاتي فر إنه مرجلو كدعاية هب المقاتي مفر ومرجنا مجلا مغيس كما يسقط سوء كدعاية مقاتي فر مقاتي فريدة تارك الصلاة كما يسقط تارك الصلاة عفوا عنها عن الشهادة سدى تارك الصلاة ومرق فر كرين أيها أنك علم جاس كتجي مسائل ككل كله إلهي برشديسة يوقب حياة وبلوا يقدر أنت وعلى هذا أما محان كرادايا مسألة ده وشيغي وحيو علني يسوى سائل كهوري وكسو الشيغي ثم علم وحي فرض عينا علم الحالة مرد عايو أما وحي معرفة الله يكون تعلق مرد عايو لبضى معنى بواء محتمل ما دام كتاب كسان شرع بضان الله وعلى هذا سيدا ينصو الشيغي طريقة ده أي علم أحكام فرض الكفاية نكسو غي أسونا علوم فرض كفاية براشديده أي أنه واجب من حيث الجملة وما ضمك الله فيه فرض كفاية فرض عين فارغ ودحي وحاوي رأي الجمهور تمرك إنه مرين فرض كفاية وما ضم بسارية إلا كم حقوق دعاء وما ضم قيب كم دعني الله تماتو فرض عين تنا وما ضم بسارية إلا كين إن أذوق السماء يسمى يمر نبك عاد عماي فارقة كليا ودحي عند الجمهور تأويل كان وركا جمهور كسر جدنا واجد أيه يا وسنة المؤكدة سنة لكن وسنة سكر أيضاً إن الله تما دار لجاربا تذكرتك تنا هذه موانع سنة دم بينك سنة لجو قرينين وغير المؤكدة سنة لا أتكيي يا سنة أن لا أتكينين سنة لا أتكيي في الفقه والأصول وسنة نبي دائمي سنة نبي كنتو مضى فري حق أن أوتشوف تقول لا إيمان ترى مؤكدة لا إله مدو أمضى النبي وفراي أما مرء سمي أما وسن جوكتينين غير مؤكدة لو يقنا سنة الراتبة إعداد صلاة الرعيسان وكال رواتبته وسنة مؤكدة والمندوب كيل أماني والمستحب كيل شعلا على طريق الشافعية سنة مؤكدة سنة يمندوب يمستحب الشافعي لو كلا قد قادان وتفارعي وإليين وندب وسنة وتطوع والمستحب بعضنا قد نوع وكيلها سيوط ألفية ديسي أصولك الكوكب الصادع ميوها ألفية سكويلة هذا شابعي ذا إسكاله والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضنا قد نوع عجي ذا مستحب يندب يسنى بركانك لا سرسارا بعض الشابعي عجي ذا غزالي باكمد وارد أطمحوك لتريي سنة قنوق أتريي أو قيب مؤكد يا غير مؤكد كذبنا وحوشة مندوب وحوشة مستحب هذا هذا السنة الراتبة يا صلاة الراعة يا صلاة الضحى اسم إدماه ركعة الراعة كذب بي الظهر ك أما كذب بي المغرب ك يكو كهر اسم إدماه أكل الدوي يا كلا سر سرية قاب كنا بقول ما دو أمري وجوكتي أو عنانتي بي كحرنتي وعلماء وحكوا له قال تهدا دو قاتين بقولي ومحن سو قالني علم كستا أو كو جيني يكون سخرة يا إن أتجدتو فرض عين تألقوا ساري وحال لم يدو قاني سار
إنه أصوم فردة توقعت علمك أستأكو جيني فرض عينتي إن أتقولت إنه فردة توقعت كل علم يتوصل به إلى فرض عين فهو فرض على كل مسلم كسويد هنا مركب محاكود من علمك أستي وسيلك أستأكو جيني شيء حارانة إن أتكفقتنا وفرض وعلم أيضا وحلق هذه حرمة تعلم ما يتوصل به إلى الحرام وحكوا لو هذه بوري إن حاران تاي برشدة علم كستو كو جيني حاران حاران تنا كفقة واجب وذيقة إن القاضي وضو حاران تكو جيني سنة وحاران إذا وذيقة إيو أصل كبوات كفقان قري قيقي والله سلط وراوي سحر قول دير بالله سكترا كتعلم السحر سحر كبرشديس والنار جاتي يوح نارنجات كله نارنجات يترنجات بوالا شيغا وقيب كميدا تلبيسات كو علوم ايضونا لسميو سحر كودو والنجوم المحرمات علم حدقنت هل اوغادا عند اهل العلم العلم ليس مذموما لعينه هذه القاعدة عند اهل الاسلام شيغا علم الليلاد اسكي حاران او من نقضه إسكي لو من نعم علمه أقال محمد سيدي السبا إن وحل أقال العلم ليس مذموما لعينه هذا أركت علم الله عايه أما الشريعة أي كالدائرين يسو أما كفق هذا إلى ليه هاي إسكي لو من نعمه لبا تأولي أما وكوغين أما وكنسان أيا اللي قدده لك أقفوه محايا اللي أجدد شارع وحاوه خلق كان إلا هكاتيه ويواناك سنادات أقولك إيه علمي هذول اللي بعتوا كإنسان أيه ولا جاهر استعجية لأن مقصود الشارع بكور مني مركع العلم ليس مذموما لعينه وإنما يذم لأسباب ثلاثة عند العلماء علمي وحلو عايا أما مضى الله قدرة أما الله قدريا صدح صار متكمله متك كوبات وحو كان صدع دباته أن يؤدي إلى ضرر في نفسك أو في غيرك وحاب بضنه غالب أما الضرورة اللازمة ضروري لازم أن كدقنه ضروري لازم أن كدقنه إنه علمك كو جين يبر شديس دباته أديك خصيصة أما عدك لا خصيصة كتعلم علم السحر والطلاسم لأن الوسيلة إلى الشر وشر سحرك سحرك هو علم وأقال أقال لي إسكي أمع عيني أمع رب عيني هذا محل لو سكوا عن باري سحر نك برتا وحال لازم إنه نفتي سد باتيو غير كنا دباتيو وضروري حي سحرك صدح ركن بك كوبيا إن السحر نقطان مرة بو صدح شيء أفر شيء أفر تير بك اسماء تير ككوبات جواهرتي مخلوقات رب أبو رقيبة كمذا طبائع إليهن يبحال يخواص إليهن بطبرانيسا قيد قونئة رجح قونئة قرق قونئة بطبرانيسا وحو ليه هاي سيدا دخاتيرتو أيو الدراسيان عناصرتو كلا الدراسيس بطبرانيس كذبو حطبران مطالع حلية خاصة أو حديق صوب بحان ضيح أود دبادو وحكالوري أوتين بطبرانيس وحطبرانيسا كلموين خاص أول أخريوه وطلاسم لدي عزائم وصده وحات قال مثلا شياطين أفرطات يرمك إسالان ها والله توريس أنا ويكول توريس رقني قو أساسين مرنبا سحر وسسعين لأن تينا وكو الدم بيدين شك أها شياطين أتكاشطو كالبادين لواي كرينا وإن أخس طلاسم يحزائم ألفات بعد آخر نيسا سدادتك وحطفاء الطفان وكفريات يشركيات حمبارسا كو أغوهون مرك قاركود حمانتو كبت بادي كروال لبضو هوري مطالع البرتي منازشة إيو خواص الأشجار والجوهرات والجواهر بعض المخلوقات لبضو هوري ربا ملها وعلم الهيئة والطبيعة والغبران كره لا بد أن تنبوا آفدو أفر تارق من السحر على جهه لم بكره تقدرت أضع إصدباتين صاحر قدرتين دتك إنك أقول لي توي أقول فلحن أقول أربان أقول قشنسن وضمير نولوي ضمير أبو دام
ummadana ugu dhibaatayn ibir buu ka dhigay saaxir meeshuu yimaado ummadu waa kala tuuraaya heeruu duminaya sixru tafriiq tacdiil baabi'in idan cilmu sixri waxaa loo caayay he لأنه يؤدي إلى ضرر لازم حتما كتابك إلهي كو استاقب قدي كاد كو يسيسال قدي أيها كاد ضلباني وحان شق لغول هذا أنا شيء شيء كرين أيو بالكو حان بارسي صابك كالي لو علمك اللور لبصدو أما اللود ذو حاكم ذا أن يكون مؤديا إلى ضرر غالبا غالبا كي رمحوها دبات لازم ضرر كنسني كنا وامحي دبات مربا كنسا ولا قهر استك هرام بانكوس هرمي مقدمة ذا طلب كل علم محمود نصنهاي ومرك قارك الجهل جو ومصلحية وحنكو مثالية كالعلم بعد الكفار يوم بدر وحاكم ذا علم جاز غالب انت بان دبات ذا كنسا كعلم النجوم كعلم النجوم نجوم تي حد جنت برشيدو مربى لجبت بعدا ونقنا لجهلا لكن يبكي صابضا وإثمه ما أكبر من نفع ما قاعد يسجلها يان ولا طوريا علم النجوم وعلم تأثير كائن كودنه ولا بقي بالأصوات قرب نشجني إن أكبر تحدو حلق الصوب حلق الدبدان حلق الدعان ود فصوشا يشير ضيري حاجة يشيرا ليجوكو كلا براتو وننك ناخذها من بدمرين كبدماحة وكوكا لجرتو على وعلامات وبالنجم يهتد ملا وعلم التصيير بالينا ذا قاب كأي أم يران حدوه يا كواكب توسع ذان حليو سب بدلا عليس ملا إن قصدو خطابي بقى وهالك وقصو جوري وكجرو إطلاق بدنو أنصحني علم الذي غالبا دباتها كان كفر وكل لازم مرق قاركود كفر كان صدا مرق قاركود إم بدن كان صدا وعلم النجوم التأثيري علم التأثير بالله وحد آمن يسا إن فلق عن ميرج حدق هاني أي يجوهات كله صامين يا دباتين كدعية حوادث نواجه كدعية عالم ك وحكينا الله هاي هوشا ساكن تي هبل بهبل لفريز تي كوبيا ماشا كهل ميسا وحد آمن اعتقاد اعتقاد فاسد إن اسبدل كاس منازلش يصعد كحدقها اسكو دوا شهود كلافقا شهود تقابل كوضو وأصو كينا وحان أصقا إذن دعوينك يا مخلوقاتك يا حوادث وحقوط الرئيسة أحدنا لك آهي كفر يشرك باكسو بودي في الربوبية مطرنا بنوع كذا قد أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فقد آمن بي ومن قال مطرنا بنوع كذا فقد كفر بي ثم قرر رئيسات قال لما كإيمانيس علم النجوم إسأهانت علمها الله ما عاينا وحلو عاي لباتضا مربا وكينسان هايو حقائد كينا يفس هذانا صابك صدح هذا علم قال له ديده ولدقة وخفائه لدقة وخفائه وأن طالب لا يحصل على شيء منه صدح هذا صاب علم له ديده وعلم ونقص لكن وآد بقول لي برسيهاي آد بقول قرسوني وقت بضم بقول الله سنات كبحين وحنا ككيني ميس بل إن الفساد كان تعلق إياه كاسو كل مركز كده وحدير ودن قاري كريم ونمانين ولقيا بين المستقبل كوكو ليس تمرنا هذا كوكو ليس نين فإذا بدنا عن لهين الدوارتي وإذا هي لبكي أوصارا قول دير وإيجار أدوشي سوى دنا مالا مالا الله يسيب سبا واللحم جبل غث على جبل وعر رديش التوي مركب حاني ليه العلم ليس مذموما لعينه وإنما يذم لأسباب ثلاثة إما أنه يؤدي إلى ضرر لازم حتما كتعلم علم السحر أو يؤدي إلى ضرر غالبا كعلم النجوم التأثير وإما لدقة وخفائه أو أحب لك فإذن كطلب أسرار القدر
وعلم الأوائل والفلسفة إلى غيرها. قدر كسرتي سيرة أوقات تبقشو وتكون رفاضيسة. كيفية صفات الله وتكون بابايسة. صفاء هي تلمان عن كيفية لهين من حيث العقل ما مجرته. لكن عقلك انه ما اود كرمانه كيني كرواشيه دقيقه وقفيه هذا توقشنا غالبا اقول ميسو اوتكو بابي. اذا لدقه وخفائه نينك توقلنا لا يحصل منه على شيء هدوس كف سهادين با كطلب اثر القدر وطلب علوم الفلاسفه وعلوم الاوائل صدح صواب اللودي ذا نيرنجاتك وقيبك من السحرك وانا علمي قيبت تخييلك نصر عادو ودوي هاي علوم طلبيه طبنك يقول لو برتو الفلسفه هوستك كميديا بلايو مش طلوي حديثك سننك ان من البيان حكمه وان من العلم جهلا وان من العلم جهلا علمي هو حكمه جهل با كميدا جهل مربع علم نقريا اوكي. الجهل بعلم النجوم وعلم الجهل بعلم السحر وعلم التوقف عن البحث عن أسرار القدر وكيفيات الصفات ومحي وعلم حديث قاس أبو داود بوريا صوت كيسا وكحسن وهذا واضح فيها إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا علم كان فائدة لين أما أنت من اللقود ما هي وقال الآن تيسو يك جاهل نمت كيسو وعلم يقون يحكمه. سئل النبي نبي حاود عليه الصلاة والسلام انت يرطى أن قدر هذه ان بضم بمساعدة عشر الآن هاي. سئل النبي صلى الله عليه وسلم نبي حاله ويدي أي الأعمال أفضل أعماشة تيبا أفض ما النبي قال له ويدي عليه الصلاة والسلام قال وحول صلى الله عليه وسلم العلم رواية محفوظة مشهورة العلم بالله نبع الله عمل للي ما دك او خير بدن وحا او خير بدن العلم بالله الهي والله قرته وبرته. فقيل وحال يجي اي الاعمال تريد يا رسول الله رسولك الهي عمل كيت كودا انه علم عمل كيت كودا عمل بنك ويديني مركز اندوغو جوابتي علمي قال وحول العلم بالله بنك ودا عمل كان لا هاي اعمال شو او خير بدن هاي والعلم بالله. فقيل وحال يجي تسال عن العمل عمل للسمين يا لقويدي سبحان الله لقويدين يا وتجيب عن العلم يا رسول الله علم ولك جوابي سه نوح نوكل رسول النبي الله علم يا عمل عمل بين قويدين علم نوك جوابتي. فقال نوح إن العمل القليل عمل كير عبادة ير مع العلم قال لقو السمين أقول لولا يا هاي ينفع نكى سواء أنفعه وترى عبادة ير عمل ير وأقوم قصمين يسوع فوق أنفعية وأن وإن العمل الكثير عمل كفر ربضا مع الجهل أقوم دران لقصمين لا ينفع عبد الترمي حديث كمركة حكيم الترمذي غير كيبا ورية من حديث أنس كورية من حديث أنس سنك ضعف ذا كجرة لكن شواهد بضم بولي من حديث حكيم حزام بالورية وحكى ولو من حديث عبد الله بن سعد وعم حكيمة طبراني هي غير كبا وريا في الكبير ابن عبد البر وريا شاهد كلنا ولي عند أحمد من حديث أبي ذر من حديث أبي ذر ومن حديث حكيم بن حزام ومن حديث عبد الله بن سعد ومن حديث أنس حديث مكة لسوقيه من حديث السوقية هي باحوك بلن وبالتالي نفس الحديث ومعنه ساو حتكون مرتين من قول ابن مسعود في موطئ مالك حيث أتقاني وإنكم في زمان كثير فقاؤه قليل خطباؤه كثير معطوه قليل سؤاله العلم فيه العمل فيه خير من العمل عفوا العمل فيه خير من العلم وإنه سيأتي إلى آخره وحيمدنا الزمان العلم خير فيه من العمل الحفاظ إلى هذين حديث كان من حيث الرواية وموقوف من حيث الحكمنا ومرفوع ابن مسعودنا وحان النبي محمد حديث كان كمان مقل
حديث كان مركي مسعودنا وشاهد شناد بو نقونية هاي شناد بو نقونية مركي حديث كان محمد وتلمام حديث كان بدي رسول وحيا كتشيري وحد هذا الجوكتان حلي وحد جوكتان ننكي كتاقا وحي الله فري طبان كيبا هل كتاقا ونار قلي وهلاك سمي وحانا إيمان دونا حلي ننكي كرقما وحو يقاني عفركي وبدبالي أو ضعيف بس بدلس علمي كبا يرانية خير كبا يرانية جهل كبا بضانية دين تبا لقفغانية مركة حديث كان من حيث سيدة مكة لجمعية إنه حسن يا هاي أيونو مرينا حلو شاد مركوا محي علمي ير عمل ير أقوم وتا وكان فعيا عبادة بضانية عمل بضانية علم الآن ولو هلا بسمية صادرت علمي وجوده الله برهن محياه إن لو عمل فلو هذا إذا عمل فشو بلا علم محاتاي دكتور بتخربيس دكتور بتخربيس وعلم أحد كتابه الشيخ يدي أن الله تبارك وتعالى جعل العلم علمه حكيلة وسيلة إلى كل فضيلة شيء لجوجاره شيء كستو قيمة بدن وسيلة حرق لجوجاره يود الله مرو كدجاي إلى كل فضيلة جبن ما كستايو ميقان كستي شرف كستا وإن العلم علم جبر الشديد لا يزداد به الشريف نك مجع لها وحقوق الرصانية شرفا ميقانيا معك له ويرفع العبيد أضمنا وحقوق ريال علمه إلى مجالس الملوك بقر قدقايا بقر قدقايا أكير ريبني مروان أيده هذين عبد الملك هشامي عطايا من رباح ومواليها أضمن بك سوتشي ذي وأجد مرا الحريي نن مركز صورة أهانا نقول حسنين بوها لكن إلهي علمكم مشقيي بقردنا قرصدة مكاها دي مادان وحجاز بلا يمادو نقول حلو يديوها مركز نقول بقر كريبنا وما يوحيي لي وليش سبوح برطة ودين تبرطة ما حاجر اللي لي دول لغا إغام موقانا يا مركز عطا هرفر ليو وصوتون إغا ييليو يعني لن نولان كريم بوري أدون كان بدون مكان رفع ديو يقول حانطون يقول سمين هي سواجك هكا جاوة ما أرسك كا شب إلى هذا باري مايا نيو أو مهينا المانت كوفة ووضو دول لغا أن لكل مانو ددكو رنبا هي سو بقرة وحلو ديقال لاركي ماي وحبرتو عرض سكور انتري مرقى حوري شيخونا ويرفع العبيدة إلى مجالس الملوك مرقى الشرفة دوني يميقان يمقع في الدين والآخرة علمي قبرو كون عمل فضل شيخ مريم والله سبحانه وتعالى عليه.